لو راح فيكم عن جديد. اليوم بدي احكي موضوع كثير مهم، بدي اسلط الضوء على نقطة واللي هي شو لازم نتجنب اذا كان عندنا انفصال عضلي. What exercises we have to avoid if we have diastasis recti. Okay. اول شيء لازم تتجنبي المرتبة الاولى انه لازم ما تعمل ستريس، انه لازم ترجع تعمل تمارين البطن العادية، لانه البطن حيرجع، ولكن اذا ابتديتي تمارين البطن العادية راح تزيدي الوضع سوء، لانه راح تزيدي تباعد العضلات وتزيدي الانفصال العضلي. اذا كان عندك اصبع او نص او اصبعين راح يصيروا 3 و4. So we have to avoid، لازم نتجنب الكرانشز، تمارين بطن دي تضغط على النص، لازم نتجنب الليج رايزز، لازم نتجنب we have to avoid ab bicycle any twist russian twist leg rises crunches. So you have diastasis recti، عندكم انفصال عضلي اكتشفته. طبعا اول شيء لازم تعمليه بعد الولاده، طبعا بعد القيصري مثل ما قلنا بشهر على الاقل يصير في هيلينج للجرح من الخارج، لانه بيكون كمان في هيلينج للداخل. فبس بعد شهر على الاقل فينا نختبر ونشوف اذا عندنا انفصال عضلي. ان فور ذا نورمال ديليفري طبيعي ولا طبيعي، ففيكم تشيكو اكيد بعد مثل ما قلت اسبوع 10 ايام من الولاده لشوف اذا عندكم دايستاسيس ريكتي، او حتى قبل اذا كنتم مرتاحين. مثل ما قلنا لازم نتجنب اي شيء في ضغط على هيدي المنطقه بالنص، اي شيء بحط بريشر، anything can put pressure on this area avoid it if you have دايستاسيس ريكتي. Can you jump if you have diastasis recti؟ فيكم تنطوا تعملوا تمارين النط والهيب اذا كان عندكم انفصال عضلي. اوكي اكيد فيكم تنطوا، ولكن ما تعملوها بشده كبيره. وكمان فيكم تنطوا بحاله واحده اذا كان انفصال عضلي مش كبير، واذا كان تقدروا بتحسوا بالعضلات بعدكم، تقدروا تعملوا كونتراكت للعضلات، تقدروا تقبضوا العضلات وترخوها، مش تشفطوها، تقبضوا العضلات وترخوها. اذا حاسين بالعضلات يو كان جامب، لانه تمارين النط كلها بتعتمد على المنطقه، السبورت لها هي منطقه النص. اما اذا ما كنتوا بتحسوا بالعضلات، ما بتقدروا تقبضوها، مش حاسين انه فيهم عضلات، وخلال النط ما فيكم تنفخوا عضلات البطن، فما تنطوا لانه هيدا الشيء رح تسببوا اوجاع بالظهر مش اكثر، واكيد ما حترتاحوا بتمارين النط. So if you can control your abs, your core muscle during jumping, I'm trying to cover in English and Arabic the important details. For jumping, if you can control your core muscles, if you can still can feel your muscles and contracted, you can jump. Because the support for all jumping exercise or hit exercise is the core muscles. But if you can't, I recommend to do not do it and avoid it, because what you can cause is only lower back pain. You are feeling your back pain and you will not feel comfortable during jump exercises. So it depends. شو هي التمارين اللي لازم تتجنبوا؟ كيف بيكون شكلها؟ لما بقول تجنبوا كل التويستينج، لما بقول تجنبوا ترفعوا الليج رايزز او الكرانشز، رح ورجيكم او البلانز، رح ورجيكم كيف هي التمارين اللي بتكون اللي لازم تتجنبوها، وضعيات التمارين المشابهه لها. So what are the exercises that you have to avoid, how it looks like when we say like avoid crunches, leg raises, twisting, plank position, anything similar to this exercises and can put pressure in this area, you have to avoid it. So مثل ما قال اي شيء بحط ضغط على هيدي المنطقه شبيه لهيدول التمارين لازم نتجنبهم كليا قدر الامكان. First thing you have to avoid، اول شيء لازم تتجنبه كل يوم وتنتبهوا منه، هو تمارين crunches. Crunches at crunches which is looks like this or like this or like this. Anything can put pressure، اي شيء في حط ضغط على النص، لانه تخيلوا العضلات جايين هيك بين بعض، اوكي؟ وعندكم انفصال، لما انت بتطلعي بهذا الشكل when you push like this imagine the muscles how it goes. Okay? Imagine it. So تخيلوا العضلات بالحركة، انتو العضلات مفتوحة، اوكي؟ طلعتوا ضغطتوا بهيدي الحركة، شو راح يصير؟ تخيلوا العضلات اكيد راح تعمل push لبرا، تتباعد، حتفتح على برا، لذلك stop it. ما بنعمل هدول الحركات. لازم تتجنبوه هي الوضعيات الكرانشز، مش بس تمارين البطن، في وضعيات اخرى، تمارين اخرى ممكن نعملها تشبه
الوضعيه، فانتم لازم تقارنوا وتعرفوا شو عم تعملوا، لازم تفهموا الكونسبت، لازم تفهموا الموضوع كيف بياثر على مستوى ضيق المال، تعرفوا الحاجات اللي لازم تتجنبوها. لذلك مثل ما قلنا تجنبوا اي تمارين فيها الضغط على العضلات المنظمه، هذا التمرين تجنبوا هذا التمرين او حتى هيدا او حتى هيدا، كل هيدول نفس الوضعيات نفس حركه تحط ضغط على عضلات البطن المنظمه بتزيد الانفصال العضلي بتزيد تبع العضلات الانفصال. زاد الشيء لو بنطلع نعمل تويست كمان ممنوع او نقعد فوق نعمل تويستين، هيك نحن حاطين ضغط على العضلي، يعني ضاغطين على النص شيء فات في هون شيء مفترض النص حيفتح اكثر، عم نعمل تويستين. افوايد اوسو باي بايسكل اي شيء فيه لانه ضاغطين على النص، بس اذا بتعملوه انت واقف اتس فاين. اما بخصوص الوضعيات اللي فيها تويست اللي فيها روتيشن لف وعلى الواقف، هل نتجنبها او لا لانه نفس الحركه اللي على الارض؟ لا طبعا لا، لانه الحركه اللي على الارض فيها ضغط، راح تحسوا بالضغط على المنطقه الوسطى. اما الحركه انتم فوق على وان سايد هيدي لا فيكم تعملوا، يو كان دو ذيس، مش ممنوع لانه ما حتحسوا بالضغط على العضلات النص. ذات الشيء فيكم تعملوا هدول الحركات اتس فاين، هيدي الحركه فيكم تعملوا هيك ما فيها ضغط على النص، there is no pressure. شو هو اللي لازم تتجنبوه اللي هو بيشبه؟ فيكم في هيدي الحركة أكيد هيدا. This is no, don't do this. لأنه هيدي فيها pressure فيها ضغط من فوق ومن تحت وبتكبس على النص وتخيلها وبتبعد العضلات. تمارين ثانية لازم تتجنبوها اللي فيها ضغط. We will avoid also leg raises. This one. Avoid lifting. Avoid lifting two legs at the same time. لازم نتجنب انه نرفع رجلين سواء حتى لو كان الراس على الارض، ما فينا نعملها. Don't do that even if your head on the floor. لانه في pressure because it put too much pressure on that ass. So avoid it, okay؟ نتجنب. One leg is fine. You can do one leg at a time. فينا نعمل رجل واحدة عادي بس رجلتين ضغط برجلتين لا. يبقى عندنا حركات التويستينج. حركات التويستينج شو هي؟ We have to avoid twisting exercises like this. Okay, مثل هاي الحركة Russian twist. أي شيء فيه ضغط عم نص، شوفوا كيف أنا مهدي على النص، عم بريشر عم ضغط هون وعم لف هيدا. Avoid it. Don't do this. If you have a dysphagia, don't do this. If you have a dysphagia, إذا عندكم انفصال عضلي كمان أو بايسكل ممنوع، حتى لو كانت على الأرض ممنوع تعمل twisting تعمل ضغط. أي شيء فيه ضغط على النص من الرجل أو من الكتف أو من اثنين سوا. No يعني no. Don't do this. ومن أهم الحركات اللي لازم نتجنبها إذا عملنا انفصال عضلي هي وضعيات البلانك. Okay, plank position. You have to avoid if you have to exercise erectly. So شو هي وضعيات البلانك؟ What is it? It can look like this. فيها تكون هذا الشكل، أي شيء بيشبه هذه الحركة. فيها تكون هيك، فيها تكون mountain climber. Okay, فيها تكون على جنب. كل هول الوضعيات اللي من نقعد بهيدا البوزيشن ممنوعة، اور كان بي او فيها تكون هيك هيدي الوضعية كمان نو دونت دو ذيس. اي شيء فيها وضعية انتم على ايديكم على رجليكم مستقيم كامل بحط ضغط على عضلات الكور اللي بالنص لازم تتجنبوه. على اي وضعيات على الركب اتس فاين تو دو ذيس، اي شيء على الركب بس مش كامل.